ثلاث سنوات من التوقف والانقطاع تجرع خلالها مواطنو شبوة المعاناة والمشقة. مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية هي إحدى الإدارات التي توقف عملها بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على الوطن ومؤسسات الدولة المختلفة. كان أبناء المحافظة يتكبدون خسائر مالية كبيرة كنفقات سفر وإقامة ونثريات أخرى خلال رحلة طويلة وشاقة إلى أقرب المحافظات لاستصدار وثائق سفر. يعاني منها المواطن، كان يعاني منها من ناحية السفر، تكاليف السفر والخسائر المادية والمعنوية، أضف إلى ذلك الوقت الطويل الذي كان يأخذه حتى طلوع هذا الجواز. استئناف العمل الإداري في فرع مصلحة الهجرة أدى لتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر بصورة سلسة وإنجاز معاملاتهم دون أي تعقيدات. معاناة طويلة خلال الفترة الماضية 3 سنوات، واللي كانوا يعانوا فيها يذهبوا إلى عدن وإلى المهرة وإلى، والحمد لله بتوفيق وبجهود مننا ومن الأخ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والأخ مدير عام شرطة شبوة اللي تعاونوا معنا كثير وبذلنا جهد كبير، وبحمد الله وصلنا إلى إعادة عمل منظومة الشبكة بالكمبيوتر وإصدار الجوازات من الفرع. أقسام المصلحة تم تجهيزها بكامل أجهزة منظومة الإصدار الآلي لجوازات السفر وربطها شبكياً بالمركز الرئيسي للمصلحة. يتم طبع الجوازات التي طباعة، والجوازات التي عليها إشكاليات بسبب نقص وثائقهم يتم معالجة الإشكاليات، وكذلك نعمل على يتم الجواز بأسرع وقت، لكننا نعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. عمل دؤوب هنا ومستمر يبذله الموظفون في كل قسم من أقسام الفرع، واستعداد لمباشرة كافة المهام والواجبات العملية المناطة بفرع المصلحة. استئناف العمل في مكتب الهجرة والجوازات بشبوة يعطي بصيص أمل لعودة المرافق والإدارات الحكومية ولو بشكل جزئي للتخفيف من معاناة المواطنين. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.